لله من أسمائه تسعون وتسعة من بعدها يتلون جزاء محسن يدخل الجنة كما رواه في صحيح سنة أبو هريرة عن المختار صلى عليه الله في العصار إخصاؤها في العد ثم الفهم ثم الدعاء يا محب العلم يا الله يا رب ويا رحمن ويا رحيم سؤلنا الغفران أول آخر أحدت بالزمان طاهر باطن أحدت بالمكان في الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن إني به لمؤمن جبار وهو المتكبر علمي وبارع مصور في الرحم أنت المليك مالك وملك وإن للفقير لا أمتلك أنت الكثير القادر المقتدر وإنني ضعيف لا أنتصر أنت العلي المتعالي الأعلى وإنني العبد الذليل المولى أنت الكريم الأكرم الرزاق والرازق الخالق والخلاق أنت الشكور الشاكر الغفار وأنت الغفور القاهر القهار وأنت الحكيم الحكم المولى الولي والواحد الأحد في شيء جلي الحي والقيوم والحق المبين وهو السميع والبصير يا فتيل وهو اللطيف والخبير والحميد مع المجيد والرقيب وشهيد وهو الكريم والمجيب والقوي مع العزيز غالب كل قوي وإنه الفتاح والعليم وإنه الغني والحليم في سنة حي والستير تم اقترار اثنين يا نحرير أما التي تقابلت فأربع مكذب مؤخر يتيمع كذين أيضا قابت وباسط وكلها في سنة يضابط وما بقي من الأسى من فردا وهي ثلاثون فأحسن العدد فهو الإله البر والتواب جميل والجواد لا تحساب حسيب والحفيظ مع ديان رؤوف والرفيق ذو الإحسان وإنه الصبوح وهو سيد وإنه الشافي مريض الصمد وطيب العظيم إنه غافو وبالكبير والمتين يعرف ومحسن مسعر والمعطي مقيت من نار نسير الرهط وواسع والوتر ما ودودي وكيل وإهام انتهى مقصودي سبحان